ازاي المدخن يقدر ان هو يتجنب اي توتر او قلق اثناء الصيام ويعود الجسم بقى على النظام المتبع في رمضان، وممكن كمان ده يكون فرصه ليه حلوه انه يقلع عن التدخين ويعني ويكمل بقى من بعد رمضان من غير تدخين، من غير عصبيه، من غير توتر، من غير قلق، من غير الجو اللي هو بيعيشنا فيه ده. كل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي موجوده في الاستوديو، دكتوره ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. نورانا يا دكتور، اهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. الله يخليك، وصباح الفل، وان شاء الله رمضان كريم على مصر والامه الاسلاميه جميعا. وبجد موضوع النهارده بجد موضوع مهم جدا، وبنقابله دايما في العيادات. الناس بتبقى عصبيه بسبب الاقلاع على التدخين طبعا في وقت الصيام. فطبعا احب اقول لهم ان اول حاجه لازم كنا نبتدي من قبل رمضان. يعني طبعا لو ما لحقناش واحده واحده، لو ما لحقناش السنه دي يبقى من السنه الجايه، وفي نفس الوقت هنقول نبتدي ازاي دلوقتي. لحظه يا دكتور بس، يعني هو طبعا الموضوع مهم، عشان كده احنا جايبين حضرتك معانا، لان احنا ما نجيبكيش غير في الحاجات المهمه. ايوه دي اول حاجه، ربنا يخليك. لكن خليني اعرف بس، هو هل حقيقي المدخن بيظل اسير هذه السيجاره فعلا؟ طبعا. يعني هو بيحس بتوتر وبيحس بعصبيه، والسبب طبعا الرئيسي فيها هو فكره النيكوتين اللي مش داخل جسمه. بالظبط، لان ده ادمان. هو السيجاره عباره عن ادمان. ليه ادمان؟ لان انا اول حاجه ما بقدرش امنع نفسي ان انا اشربها. تاني حاجه لما بشربها بشعر بنشوه وبشعر باحاسيس حلوه، واول ما ببطلها بشعر بالعكس، اعراض انسحاب وصداع ودوخه وعصبيه وتوتر وعدم تركيز. فاذا وليها اعراض انسحاب زيها زي اي مخدر او اي ماده ادمان يعني. صحيح. فاذا هي ادمان، هي ادمان. عشان في ناس تقول لك اصلا لا ده مش ادمان، ده انا متعود عليها، الكلمات بقى اللي هو ايه الناس بتهرب بيها. انا بحس كده يعني مش السيجاره دي هي اللي هتخلي، لا ده السيجاره دي استعباد. فعلا السيجاره بتستعبد الانسان، فاحنا لو فكرنا فيها وتعاملنا معاها على انها ادمان هنحترم الموضوع جدا. ده ادمان ومحتاج فعلا مساعده. يعني الناس اللي بتشرب علبتين وثلاثه سجاير، تخيلي في رمضان هيعمل ايه؟ مأساة، لازم هيحصل اعراض انسحاب شديده جدا. فالمفروض ان قبل رمضان ابتدي اقلل عدد السجاير اليوميه اللي انا بشربها، وفي نفس الوقت لازم ادخل حاجات تانية. في حاجه اسمها بدائل النيكوتين. بدائل النيكوتين دي ممكن تستخدم، بتبقى عباره عن لبان او لزقه او حاجات استحلاب، دي كلها بدائل نيكوتين اقدر استخدمها وقت ما احس ان انا تعبان. مثلا انا جات لي دلوقتي الرغبه في ان انا عايز اشرب سيجاره، تمام، طبعا بعد الفطار في رمضان. بدل ما اشرب بقى السيجاره، لا انا هاخدها فرصه للاقلاع عن التدخين، هروح واخد لبانه بتاعه نيكوتين بتديني جرعه بسيطه من النيكوتين بحيث ان انا ما اضطرش اروح للسيجاره، واخدها بس لما انا اشعر ان انا مش قادر امسك نفسي. ده بيتداول في الصيدليات، متواجده في الصيدليات. فدي من الحاجات الحلوه قوي، مش محتاجه على فكره روشتة. اذا كانت السيجاره مش محتاجه روشتة، فدي بدائل النيكوتين اكيد مش هتحتاج روشتة. صحيح. في حاجات تانية بقى بس بتحتاج اراده. بتحتاج اراده، اهم حاجه الاراده. ونستغل فعلا شهر رمضان ان هو الوقت الوحيد اللي ممكن نغسل جسمنا من السموم، ونقدر ان احنا نبطل فعلا السجاير. ليه؟ لان انت بتجبر ان انت تبطلها.